العنف الطائفي في إثيوبيا يثير القلق والسياء الأمم المتحدة. توترات بدأت نهاية الشهر الماضي بين مسلمين ومسيحيين أرثوذكس في مدينة غوندار تسببت بمقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 شخص بحسب الأمم المتحدة. وفق رواية مسؤول الأمن في إقليم أمهرة، فإن الأحداث اندلعت عندما أخذ بعض الشبان المسلمين الحجارة من كنيسة مجاورة لمقابر المسلمين التي كان يشيع فيها أحد علماء المدينة. في المقابل رد بعض الشبان المسيحيين برشق المسلمين بالحجارة، ما أدى لمواجهات بين الجانبين. من جهته وصف المجلس الإسلامي بإقليم أمهرة الأحداث بأنها مجزرة أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى وإحراق ممتلكات. مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي أعربت عن استيائها من تطور الأحداث، وقالت باشلي إن مسجدين أحرق ودمر مسجدان آخران جزئيا في غوندار، وتابعت أنه فيما بدا ردا لاحقا أحرق مسيحيان أرثوذكسيان وهما حيان، وقتل رجل بفأس، وأحرقت 5 كنائس. وطالبت باشلي السلطات الإثيوبية بفتح تحقيق معمق مستقل وشفاف، كما دعت السلطات الإثيوبية إلى العمل على محاسبة المسؤولين. في نشرتي أيضاً،